استنى انا شوي صلصه البندوره لانه بدي عيني الغاز هاي اشتغل عليها، فرح اعمل الطحينيه اول. معلش اعطي مقادير. طيب اذا ناخذ الطحينيه عشان نبلش بالطحينيه. اذا مقادير صلصه الطحينيه: 1 كوب بقدونس مفروم، 2 بندوره مفرومه، 1 فلفل حار مفروم، 2 ثوم مفروم، وربع كوب طحينه، وعصير ليمون او ليمونه نعمل منها عصير، ماء حسب الحاجه، وملعقه صغيره ملح. بالضبط. هلا صوص الطحينيه طبعا بنعرفها كلنا او بنعملها معظمنا يعني. بدي بس اجيب سكينه، هاي سكينتي. هلا سكينتي اللحامين هاي. شو اسمه؟ خليني ايش اسمه؟ تفضلي. لا ولا إشي، تابعي. هلا بدي احط الطحينه. هلا عادة سلطة الطحينية ما بنحط معها لبن، مش ضروري، بس أنا بحب أحط معلقة حتى أكسر حدية الطحينية أو دسمتها. فبحب أحط معلقتين لبن. أنا مش حاطتهم بالمقادير، بس أنا عادة أي إشي مع الطحينية بحط لبن. أوكي، هي عنا شوية لبن. قبل اللبن خليني أحط الليمون. طيب بس بدي أقول لأم بدر، أم بدر بتقول هي زعلانة لأنه هي بتبعت لك وما بتردي عليها. مين أم بدر؟ ما بعرف، عندي أم بدر ولا بتبعت لي هون؟ مش عارفة. أم بدر على صفحتي. أم بدر مستحيل، أنا عم بجاوب كل اللي عم ببعتوا لي على صفحتي، بس يمكن مرات على دنيا يا دنيا هون الواحد بيكون جاي أشياء ورا بعض ما بنقدر نشوفهم كلهم. يا ريت تدخلي على صفحتي وتسألي اللي بدك إياه وأكيد رح أجاوبك حبيبتي. سيرين زياد بس هيك تطلب منك طلب إنه تعملي يوم عشان تعملي العصائر بنكهات طلبوهم مني وسلطات الفواكه. هلا على أول الصيفية إن شاء الله، على الربيع يعني رح نعمل كتير هيك شغلات. بدنا بوزة. رح نعمل. لا جد رح نعمل بوزة. رح نعمل بوزة. وسام كمان. طيب بس سؤال، في كيكه اسمها كيكه الرمل؟ يعني بدها تكون شيء مفتفته اكيد. يعني لا ما مرقت علي الا اذا انا بعرفها باسم ثاني، يمكن ما بعرف الصراحه، ما مرقت علي. لا بكره احط شويه مي. أم بدر بتقول شو رح تعملوا بعد الصيادية؟ إحنا اليوم رح نعمل بس صيادية مع الصلصات اللي قلنا لكم عنها، الطحينية. هلا أنا حطيت الطحينة ولبن وليمون وملح. أوكي، في توم. هلا بدي أحط بس التوم، وبعدين بدي أنزل البندورة والبقدونس. أوكي، بتقدري أنت طبعا تغيري فيها زي ما بتحبي، بتقدري مثلا تحطي خيار السلطة زي ما أنت بتحبي، بس أنا ما بحبها مع خيار، بحبها هيك. طيب ريان بتقول لك، ريان بدي طريقة زاكية للسمك. أي نوع من أنواع يعني طريقة زاكية للسمك؟ ما شفتي في عنا طريقة عملناها على موجودة على اليوتيوب، عملتها من أول الحلقات، اللي هي السمك مع السبانخ بالفويل بيبر. عملتهم بالبارش يعني زي بالفويل بيبر أو بالبارشمنت بيبر وحطيناهم بالفرن. ادخلي على اليوتيوب بتلاقيها موجودة، كتير طيبة طريقتها. أوكي، هاي البندورة، وطبعا نحط كمية كبيرة من البقدونس. كثير في ناس عم بطلبوا البوزة. خلص رح أعمل منهم منار. رح أعمل بوزة عربية، ونعمل نوع تاني، ونعمل حتى السوربيه اللي هو بيكون بس مي وسكر ومنكه يعني كثير طيب. أوكي، هلأ إحنا عم نحط ال إذا بتحبوا تطلعوا فاصل عبين ما أخلص السمك. أوكي، ورح ما رح أبدأ بالصلصة الحمراء إلا لما نرجع حتى يشوفونا كيف عملناها. بس أنا عجبني شكل صلصة الطحينية. صح؟ أنا بحبها هيك، ما بحبها كتير صغيرة. بحبها فيها بقدونس كمية منيحة، زي ما حكينا معلقة لبن واحدة حتى تخفف دسامة الطحينية ما تكون كتير دسمة. ممتاز. طيب إذا مقادير الصلصة الحمراء تشوفها. طيب أوكي، 1 بصلة مفرومة ناعمة، 5 حبات بندورة مقشرة ومفرومة، 1 فلفل أخضر حار، 4 حبات ثوم، ربع كوب بقدونس مفروم، وايضا ربع كوب معجون بندوره، ملح وفلفل حسب الرغبه، ورشه فلفل احمر حار بودره. اذا هاي هي نبلش فيها. اللي هي انا زي ما حكيت تشبه الدقوس، اللي هي عباره عن صلصه طماطم كويتيه. هلا اذا مش موجوده عادي، يعني مش انه اذا مش موجوده، اذا مش حابين تعملوها لانها حره بتقدروا تضلكم بس على سلطه الطحينيه. وفي صوص تاني اذا ضل وقت رح اعملها، اللي هي زي الجريفي، بتكون زبده مع الطحين وبعدين بحط عليها برضه مرقه السمك، بس هاي بشك انه يضل معنا وقت نعملها، فيعني اذا قدرنا. انا هلا بدي اقلي بصله مفرومه ناعم. هلا في هاي طريقه بيعملوها بالخليج مرات ما جنب اكلات الكبسه او البرياني، انا بحبها كثير وبلاقيها يعني مع انها غريبه جنب الصياديه بس طيبه. فرح اقلي بصله، بعدين انزل عليها ثوم وبندوره مش مفرومه، معصوره، انا عصرتها يعني مقشرتها وعصرتها. اوكي، على الخلاط.
شوية ربندورة وملح وفلفل وأكيد شوية فلفل حار، ممكن رشة بقدونس بالآخر، والبهارات طبعا زي ما بتحبي ملح فلفل شطة الأشياء اللي بتحبيها. طيب ديما عم تجيني، لا عم بسألوني بالجاليري إيش صار بكتابك ليلى، عم تسألني هيو لا الترجمة بعرف العربية. هلأ هم طالبين مني كتاب عربي، هلأ عشان بس أكون واضحة وصريحة، كتير صعب إنه يترجم كتاب من إنجليزي للعربي أو من عربي لإنجليزي، فأنا عم بترجمه بإيدي، فعشان هيك عم بياخد وقت، لأنه أنا ما بأمن إني أودي عند مترجم وبعدين أقعد أصحح من وراه، فصرت عاملة 10% أو 15% من الكتاب، فيعني إن شاء الله إن شاء الله بعد رمضان بشوي بيكون موجود إن شاء الله. سنتين سنتين طيب. يا ستي يعني الواحد عمهله بس يطلع إشي مزبوط، عرفتي؟ فمش مشكلة. هلأ خلصنا، حطينا البصل بنقليه شوي، نحط عليه الثوم. طب دي ما في اتصال، خذيه خذيه بس بعد ما احط الفلفل الحار. انت خذيه مش انا. طب استني بس احط الفلفل الحار ونحكي. الو 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 اهلا يا عبد الله. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير لك اخت ديما، وصباح الخير للاعلاميه الاردنيه النجميه ميس النوباني. اهلا وسهلا. يسعدك يا عبد الله. اهلا وسهلا. الله حيك، ودائما يعني من خلالكم أنا بحب أوجه تحيتين. التحية الأولى لوالدك شيخ الفنانين الأردنيين الأستاذ زهير النوباني. نعم. أبو الفن. شكرا أبو الفن الأردني. تحية ثانية. التحية الثانية لوالد أختنا ديما. والله بدي أقول لك هلأ بس على والدي. المنتج الأردني المعروف بسام الحجاوي. الله يسعدك يا عبد الله، شو إنك متبع. في كمان؟ وكمان يا ستي احنا بنحييهم، وهذول لهم بصمه واضحه خاصه والدك الاستاذ زهير النوباني والاستاذ بسام الحجاوي، لهم تاريخ عريق في واسهام في كل في كل النواحي وفي كل المجالات اللي دائما هم لهم دور كبير. بنحييهم وبنصب عليهم، والله يعطيهم دائما وابدا الصحه والعافيه. الله يخليك. ويطول ويطول في اعمارهم. والله يا عبد الله انت رائع. الله يبارك فيك. وكمان من خلالكم باكد للمره الثانيه على قناه رؤيا، القناه الوطنيه الاردنيه المحايده، ان ترفع شعار تشجيع السياحه في بدايه الربيع وعلى ابواب الصيف من خلال هذه القناة اللي احنا دائما بنحترمها وبنحترم دورها الكبير على الفضائيات وفي كل الإعلام. نعم. الأردني دائما في ظل سيدنا عبد الله الثاني ابن الحسين. وكمان بأكد على انه الأخت ديما مبدعة وانتم كلكم مبدعين، وانت مبدع يا عبد الله، ومشاركاتك دائما بتهمنا وافكارك دائما بتهمنا يا عبد الله. الله حييك أخت، الله حييك أخت ميس. ومن خلالكم كمان منقول دائما وأبدا عاش الأردن ملكا وشعب، وعاش سيدنا عبد الله الثاني ابن الحسين ابن الحسين العظيم. وشكرا لكم، الله يعطيكم العافية. وشكرا لك يا عبد الله، وأهلا وسهلا فيك. طيب في سؤال سريع على الفيسبوك لأنه سألوه أكثر مرة، هلأ انتبهت عليه. متى طريقة الديك الرومي ميسون خريص؟ مش متى، كيف؟ أكيد لا، متى ديما؟ متى؟ على الكريسماس. ميسون بدك طريقه الديك الرومي. هلا الديك الرومي في له عده طرق، طبعا هو بنشوى بالفرن بياخذ وقت، بس في طريقه انا بعملها كثير طيبه، انه بنقعه من قبل بيومين بمحلول مي وملح وسكر. هذا اسمه يعني هذا مش انه اسمه اتس براين، بسموه بالاجنبي براين. بنقعه فيه الديك الرومي حتى تروح منه الزنخه وبنفش الجلد تبعه وبصير اطيب واطرى. لما تيجي مناسبة قريبة، مش قريبة كتير يعني، يا على نهاية السنة الجاي أو على كريسماس بعملكم إياه، لأنه يعني بده وقت وعكي بالمطبخ بياخد وقت كتير. صح. طيب بسرعة بدي أقول لك بس إنه بدي أحط شطة كمان من هاي. أوكي. أوكي هي لازم تكون حرة هاي الصلصة. ماشي. الرز عم بتقولك أنا ما بزبط مع الرز دائما، بقدر بكل وصفات الرز أخلط نوعين لأني أنا بستعمل البسمتي بصراحة وبيكون خفيف كتير، بس المشكلة لا. مع عيار المي. لا رز انا بالبسمتي ما بخلط، البسمتي بسمتي بس باي نوع اكل حتى الدجاج المحشي والمحاشي كله بخلط الرز. جربيها رح تنبسطي عليها. رح احط رشه بقدونس بسيطه للصلصه. اوكي فاذا هلا زي ما حكينا هي كانت بصل وثوم وبندوره، بندوره معصوره. انا كثير بتضايق اللي بجيبوا بندوره علب عصير. يعني عادي بتقشري البندوره تحطيها على الخلاط بتصير عصير طماطم. الصلصه عنا عم تغلي، لازم تتسبك ويعني يضعف يتضاءل حجمها حتى تصير يعني نص الكميه.